السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجل أطفالنا الأعزاء أقدم لكم الكتاب الشيق The Magic Book لتعلم اللغة الإنجليزية للأطفال. هيا بنا نتعرف هذا الفيديو. A new friend، صديقكم الوفي بنجي لتعليم اللغة الإنجليزية للأطفال. أقدم لكم بنجي A new friend. Listen, point and my. إذن حاول استمع جيدا الكلمة التالية وقلد الحركات. هيا أطفال. Jump. 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 اقفز. Sit down. Sit down. Sit down. اجلس. Stand up. Stand up. Stand up. قف. Turn around. Turn around. Turn around. استدر. Jump. Sit down. Stand up. Turn around. هيا يا أطفال لنتحدث باللغة الإنجليزية. تقديم. Listen and play. Hello. I'm Benji. What's your name? Hello. I'm Benji. What's your name? Linda. Hello. I'm Benji. What's your name? What's your name? ما اسمك؟ Linda. My name is Linda. Hello. 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 I'm Benji. اسمي Benji. What's your name? ما اسمك؟ What's your name? Linda. إذا لاحظوا جيدا، هذا يسمى Benji، يقدم نفسه إلى صديقته ليندا. Hello, I'm Benji. What's your name? هيا يا أطفال سوف نلعب لعبة The Benji Hunt. The Benji Hunt. Hello, what's your name? Eddie. Bye bye, Eddie. Bye bye. إذن أريد الحصول على بنجي وليس إيدي. Hello, what's your name? إيدي. Bye bye, إيدي. Bye bye. إذن يجب الحصول على بنجي وليس إيدي. إذن هناك إيدي، هناك مولي، جيني، and بنجي. Hello. What's your name? Benji. لقد حصلت على Benji. هرا. لقد حصلت على Benji. أعيد معي العبارة التالية. Hello. What's your name? What's your name? إيدي. Bye bye, Eddie. Bye bye. Hello, what's your name? Benji. Hello, I'm Benji. And you? What's your name? إذن انتهت حصة اليوم، لنكتفي بهذا القدر يا أطفالي الأعزاء. في الحلقة القادمة من تعلم اللغة الإنجليزية للأطفال سكو
school things. سوف نتعرف على الأدوات المدرسية باللغة الإنجليزية. ترقبوا هذا الفيديو في الحصة القادمة. Goodbye. Goodbye.